فالإحسان بحسن الخطاب المأمور به في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا هو ما كان حسنا في نظر الشرع، وإن كان يغضب صاحبه، وليس المراد به القول الذي يحبه صاحبه ولو كان مخالفا للشرع. فتغيير المنكر مثلا يكرهه الناس، تغيير المنكر هو من حسن الخطاب ومن القول الحسن، والناس يكرهونه. ومجاملة الناس على باطلهم بما يحبونه تملقا لهم مداهنة ونفاق محرم شرعا يغضب الله تعالى. قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. فهذا فرق، هذه قاعدة شرعية مهمة مأخوذة، قاعدة مأخوذة من القرآن، تفرق بين ما كان حسنا من الكلام وما ليس بحسن. ذكرتها لأبين أمرا مهما، فإن بعض من يتكلمون عن المصالحات لا يضعون الأمور موضعها، وربما يلومون الدعاة والشيوخ على أنهم لا يقولون القول الحسن في هذا المقام. وهذا ينبغي التنبيه إليه، فإن الحسن ما حسنه الشرع لا ما يحبه الناس من الكلام. لأننا نجد بعض الناس ربما يحافظون على مشاعر الظالم في الخطاب أكثر مما يحافظون على مشاعر المظلوم.